انطلقت اليوم المقابلات الشخصية للمتقدمين للانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكيان شباب مصر بكافة محافظات الجمهورية، ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أشار إلى أهمية التطوع. وشهد اليوم توافد عدد كبير من المتقدمين بكافة نقاط التمركز للمقابلات التي حققت الانتشار الجغرافي بالجمهورية من أجل الوصول إلى كافة الراغبين في الانضمام للتحالف والكيان باختلاف شخصياتهم وقدراتهم وتنوع خبراتهم العملية والعلمية.